أحد أسباب العين والإصابة بالعين الحاسدة واللي تجعل البدن ينهد هد وتعلوه الصفرة والهزال ويتنافر الناس في البيوت، تصوير الطعام والشراب قبل أكله وإرساله للعالم، تحط لها وردة وتحط كوب وتصلح قهوة وتقول أنا مع زوجي مع ولدي مع اللي هو، كم واحد بينظر إلى مائدتكم يقول شف النعمة اللي ما شفناها؟ على ما قال ذيك ول وليتوا، ها ول ويولون وراء الشجر يروحون يتنافرون، وعظم تقول تقرحات في المعدة وتصوير الأطفال وهي تروح تحط لطفلتها لابسة فستان جميل وتسرح شعرها جميل وتحط لها روج، طفلة تحط لها روج ليه؟ تحط لها عدسات تطلع بسم الله عليها ما شاء الله تبارك الله. أنا قلت ما شاء الله، لكن كم واحد تشهق وين ذا الزين منك؟ والله ما طلعت على امها، امها تحوم الكب من هي طالعة عليه، ثم تروح البنية في خبر كان المحذوف وجوبا.